حياتي. برشا يتصور أنه ارتكاب جريمة حاجة نجم تكون سهلة إذا الواحد تجاوز نفسياً فكرة أنه يقضي على حياة بشر، لكن ينساو أنه من أصعب الحاجات في هذه الجرائم هو موضوع الجثث، وعادة الجثة تقود إلى صاحب الفعلة. هذا اللي باش نشوفوا تفاصيله في هذه الحلقة الجديدة من أشهر القضايا العربية. ولكن قبل ما نروي لكم هذه التفاصيل اللي جينا من مصر في حلقتنا لليلة، خليني نذكركم أن انطلقنا في التسجيل في الفوج الثاني لصناع محتوى مميز، الورشات والدورات التدريبية في أكاديمية الحقائق الأربع لصناعة المحتوى. الكل واحد مهتم أنه يعمل محتوى فيديو مميز على اليوتيوب، على إنستغرام، على فيسبوك ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وهذه الطريقة اللي تنجموا تتواصلوا بها معانا باش تاخذوا أكثر معطيات على هذه الورشات. أما الآن إذا كانكم حاضرين ننطلقوا في تفاصيل هذه القضية الجديدة. قضيتنا لليوم تهزنا مصر كما قلنا، اما اول مره هذه باش نعملوا استثناء، مانيش ماشيين الدقهاليه صحيت، البلاصه اللي قلنا انها تحولت في السنوات الاخيره في مصر الى مسرح ابرز الجرائم فيها، لكن باش نهزكم البلاصه معروفه بالعكس بالسياحه في الصيف بالاخص، ويجيوها ناس من مصر ومن خارج مصر. نحكي على الغردقه، وباش ترجع بينا حكايتنا نهار الثلاث 4 فيفري 2014، وقت اللي يجي اتصال لشرطة الغردقة من حارس متاع عمارة في شارع الشيراتون، يقول فيه انه فما ريحة خايبة برشا خارجة من واحدة من الشقق اللي موجودين في العمارة، واللي حاول يتواصل مع مولاها عنده مدة ما نجمش يتحصل عليه. بالوقت الشرطة تتوجه للعمارة اللي قال عليها العساس، شلقاو ساعة اللي الشقة هذه جاية منها ريحة مسكرة بالمفتاح أكثر من المفتاح الباب. وقت اللي جات تثبت الشرطة كانت فهم عليه مادة مسكرته، مادة السيليكون، مفتاح وسيليكون باش الباب يلصق ما عادش يتحل. هنا قروا افراد الشرطه انهم يخلعوا الباب، خاطر الساعه باين انه الوضعيه غير طبيعيه، فما حاجه في وسط الشقه اللي نحبوا انه ريحتها ما تخرجش. واضحه الصوره؟ اول ما دخلوا فاجئوا أنه شقة ساعة سقف وقاعة فارغة تماماً ما فيها حتى شيء، لكن كل ما يزيدوا يقدموا كل ما الريحة تقوى، فهموا اللي هما قاعدين يقربوا من مصدر الريحة اللي هو سال دو بان. الريحة قوات أكثر وأكثر، والمحققين الحقيقة بدأوا يعرفوا الريحة هذه ترجع لشنوة. عدد منهم مستانس بهذا النوع من الروائح، روائح الجيفة. وصلوا الباب السال دو بان يلقوا نفس العملية، الباب مسكر هو زادة بالسيليكون، تراف كسروا الباب ودخلوا، وهنا اكتشفوا أنه فما برميل في وسط السال دو بان، برميل كبير، فهموا أنه الريحة جاية من غادي. كان ظاهر أنه البرميل هو زادة مسكر ومعبي بالسيمان مش بالسيليكون المرة هذه. حاولوا دوروا باش يطيحوه منه يحلوه كذا، رزين ياسر ماما قلبوا البرميل وبداوا يحاولوا يحلوه باستخدام آلة حادة الحقيقة، نجموا في نهاية المطاف يحلوه، وهنا
كانت لهم الصدمة، رغم أنهم فهموا شوية شنو اللي نجم يستنى فيهم جثة تاع حاجة، ولكن سيتضح أنها جثة آدمية متعفنة في مرحلة متقدمة جدا من التحلل، حتى أنه معالم الجثة ما نجموش يحددوها بالضبط. والحقيقة الصور متوفرة ولكن ما نحبش نوريها لكم لأنها مقزة وصادمة، تقريبا ما بقى شيء بخلاف الأعظم. فهموا أن الجثة هذه متنجم تكون كان عندها أسابيع باش ما نقولش أشهر وربما سنوات وهي موجودة في هالبرميل، وسيتم إرسال الجثة من بعد لتقرير الطب الشرعي اللي باش يقول أنه عندها أشهر وهي خاتي. مع الجثة المؤشر هنا للقاوه ربما يحيل لشكون ترجع الجثة، القاوه فردة تاع صبات نسائي، فردة تاع صبات تاع امراء. تم نقل الجثة كما قلت لك للتشريح املا في انه يتم التعرف على صاحب او الاقرب صاحبة الجثة وتحديد سبب الوفاة، وانطلق التحقيق. أول حاجة حبوا يفهموها بالطبيعة المحققين ساعة شكون مولى الدار هذه، وصلوا الاسم السيد اللي كان كره مولى الدار، اللي قال لهم راني كره لي شخص أردني الجنسية اسمه فراس نبيل زكي، عمره 36 سنة، ما كانش كاري شقة واحدة، كان كاري ثلاثة شقق فيها العمارة، واحدة يسكن فيها والزوز الاخرين كان عاملهم عامل فيهم المشروع نتاعو اللي هو نادي مساج. هي مش سنتر تاع مساج، لا هكا اسمه، شنو تحب اسمه؟ نادي للمساج داكوردو، مساج وربما شيخات اخرى. على كل حال حاولوا يفهموا المحققين، يا اخي فراس هذايا وينو؟ ما فهميش، يظهرش هو الضحية، شنو صار له سي فراس بالضبط؟ وإلا هو اللي عمل هالجريمة في المحل متاعه؟ وبداو البحث على فراس باش يكتشفوا أنه الحقيقة فراس موجود ولكنه يعيش في منطقة أخرى، باش يتم استدعاءه للمركز، وفراس باش يفرح بهذا الاستدعاء وقل لهم عندكم اخبار جديده وصلتوا لنتيجه. شويه يا سيد، تو احنا مستدعينك راه، ولا انت جاي تسهل؟ تي احنا مستدعينك باش نسهلوك وانت في شوش وصلنا لنتيجه في شنو معناه؟ فراس باش يقول المحققين اللي مرته مختفيه من جوان 2012 واللي هو كان عامل بلاغ على اختفائها توفي المراكز. يا اخي مرتي لقيتوها؟ باش ياخذوا المحققين تصويره نتاع مرتو، مش يحسبوا روايحهم في بالهم بشي، خطر الحقيقه ما يعرفوش شكل الجثه لقاوها شنو. يهزوا كتصويره ويوريوها للحارس تاع العماره، قولوا له السيده هذه تعرف ايش؟ نقول لهم اي السيده هذه مرت سي فراس، سي فراس كان هنا بحذانا وكان عنده نادي متاع المساج وكذا كذا. السيدة هذه نعرفها، ما من وقتها يزيد ما عادش تجي. اي شنو هكا يظهر لك هكا شوية يميزها هذه السيدة؟ اشعارها الحقيقة كانت مغرومة ياسر بالألوان، وكل مرة ملولته لون. خصلت الشعر الملون هي الحاجة الوحيدة تقريبا اللي بقات ظاهرة من الجثة اللي تلقات في البرميل، وبالتالي من خلال لون الشعر كانت تحب والحمض النووي من بعد سوف يتم تأكيد أن هذه الجثة ترجع فعلا لزوجة فراس السيدة ياسمين فوزي منصور، عمرها 21 سنة. ياسمين كانت بنية مش شرقية، أمها وبوها منفصلين من اللي عمرها عامين.
بعد انفصال أمها وأبوها على بعضهم، أمها باش تعرس براجل آخر. عاشت معاهم الحقيقة ياسمين في الغردقة مع أخواتها الأربعة، وزوج أمها الحق هو اللي تكفل بتربيتها وكان يعاملها كأنها واحدة من بناته. فراس الأردني كان معرس بسيدة صينية وعنده معاها ولد. فراس جاي يعيش في مصر في ديسمبر 2009. أول ما جاي حل نادي متاع المساج والسونا والعلاج الطبيعي. في منتصف 2011 تعرف على ياسمين عن طريق واحدة تخدم في النادي متاعه، ومن وقتها تقابلوا أكثر من مرة، أعجبوا ببعضهم وطلب منها فراس الزواج. مش قلت لنا معرس فراس؟ اي معرس. طلب منها الزواج كزوجة ثانية، وهي ما كانتش من العاكسين الحقيقة، وافقت اما باتفاق معين. والسيدة الصينية ذيك راقد على وذنها مسيكنا ما في بالها بشيء. الاتفاق بيناتهم كان انه ما يقولوا ليش، وأنه يجي بحذيها من ليلة لليلة، يبيت بحذيها مرات، وهذا اللي باش يصير بالضبط. طلب فراس من ياسمين أنه باش يمشي يخطبها ويقابل أمها ورجل أمها، واخطبها فعلا وعائلتها وافقوا، وتم عقد القران بيناتهم. وهاني جيتك عادة لموضوع الشرط. فما حاجة في الشقيقة مصر يقولوا لها قائمة الزواج ولا القايمة كما قالوا هالي شبيبة المحقق لهنا، هكا يقولوا لها يظهر لي في مصر. قائمة تهز فيها المرأة على أساس اللي شريته الكل في الزهاز، شريت 4 صبابط و3 دباب بارفان وقداش من ملابس داخلية وفريجيدير وغاز وغسالة وكليماتيزور، كذلك كل تحطهم في قائمة. اش يعملوا بها القائمة ذي؟ يحددوا في اخرها مبلغ كأنها فاتورة. اش يعملوا به؟ هذا يا سيدي إذا كان صار مكروه بعد، معناتها ما تفهموش وطلقوا بعد 2-3-4-10، السيد اللي صح على قائمة الزواج يخلص. مالها كيفاش؟ تفهموا أنه هالقائمة هذه باش تكون بمبلغ 1,000,000 جنيه مصري. مش بالضرورة هي اللي شريته معناها الزهاز فيه هالمليون جنيه. دايور هي الورقة هذه القايمة هذه ما بيناتهم كانت على ما يبدو فارغة أصلا، ولكن هاوكا تعملها معناتها العروسة باش في كل حالات إذا صارت مشكلة مع الراجل في وقت معين تضمن نصيب معين من المال. وفراس وافق على 1,000,000 جنيه وقال لما حالهم في الأردن ما عندهمش هالموضوع هذا كما مثلا نحن في تونس، أما هو مستعد لأنه يحب هذه السيدة ومش متقلق أصلا من موضوع القائمة. وتم الزواج بالطبيعة من غير علم مرته، لولا كانت تحب مرته الصينية. وبعد العرس سكنوا الاثنين في شقة أجرها، لكن في فترة باش ينقلوا بعد هالفترة الأولى اللي باش يسكنوا غادي باش ينقلوا من دار لدار، وقعدوا مبدئيا في الشقة الثالثة اللي في عمارة هالنادي الصحي متاع فراس داكوردو. ما قلت لك عنده 3 شقق، هما باش يسكنوا في واحدة منها. بعد 5 شهور زواج ياسمين حبلت، ومن بعد قررت أنها تجهض. وهنا بالنسبة للمحققين فراس هو الشخص الوحيد اللي نجم يكون عمل هكا في مرته، ربما في مسألة الإجهاض، وبالتالي ربما هو اللي تخلص منها وحتها في البرميل. لكن عيلة ياسمين وخاصة أمها وزوج أمها باش يقولوا المحققين كيف يسألوهم تشكوشي في راجل بنتكم، باش يقولوا مستحيل، فراس راهو فراس يحبها برشا، وكان في كل مشكلة هو اللي تلقاه معاها. يجي يحكي لنا على اللي صاير بيناتهم، وبالعكس هو الشخص الرزين وهو اللي يتعمل عليك يبدأ فما إشكاليات.
على كل حال ما هوش فراس مستحيل يكون فراس هو اللي عمل الهكاية في البناية. من هالي خرجت بنتنا من الدار جاي علمنا وقال لنا راهو يلوج عليها وراهو ما خليش بلاصة ولوج عليها وراهو كان حريص برشا أنه يلقاها وخرجنا احنا نلوج عليها معاه معناتها مش هو اللي بيش يكون تسبب في اختفائها. اي بيه انا لقيناها في واحدة من الديار اللي كانت على ذمته تيما وقال اللي هو رجعها لموليها وفي الكري على روحه وبالأمارة الشقة سقفه قاعة وما يعرفش شنو اللي صار. زعم فما شكون اللي استغل هالحكاية هذه أنه هو رجع الشقة لموليها وقام بجريمته فيها وخلى فيها السيدة هذه؟ وإلا فراس مخبي أسرار تؤدي في نهاية المطاف لهو كمجرم في هذه القضية. هذا اللي نشوفه تفاصيله في الجزء الثاني من حكايتنا لليلة.